10-12 مع يوسف البحري. جونا 10-12 إفام 6-12 على إفام أحلى راديو 11:08 دقائق على إفام أحلى راديو. جونا 10-12 مكملين معاكم حتى النص النهار. توتسويت أخبار الرياض. سي حمزة بونجور. بونجور. والله صح عليك والله. تعرف والله كلمني الحاج. والله عندي رونديفو فيكس كل نهار ثلاثة ال 11 الصباح. كلمني. راهو باش تفهم العباد علاش أنا شدني الضحك دوما رجعنا للونتين. راهو نحن باش نرجعوا معناتها يسمع في الجينجل وهو في التليفون يحكي معاه. تحية ليوسف الحاج. تحية ليوسف الحاج. مباراة مهمة جدا اليوم. بيان سور أنا باش نحجمولها باش نحضروا لكم الفو. كما قلت بدا العد التنازلي اليوم مباراة تاريخية كونتر منتخب البرازيل. مش ديما نلعبوا كونتر البرازيل. ثاني مرة في تاريخنا نكوروا مع منتخب النجوم معناتها منتخب فيه خلينا نقولوا أرماندا من هكا معناتها تتقال من النجوم. خلينا نقولوا فافوري باش يهز كوب دو موند. إي معناتها من المنتخبات والمرشحة بقوة معناتها فيه عدة نجوم. خلينا نمشوا مباشرة هكا من لاكدون نمشيو لباريس والموجود اي والموجود امين جلانزا. امين جلانزا البارح متصور قدام نعم في لايف يتصور قدام كانال بلس فما في جاك كانال بلس صب في سي في شي صب سي في البارح والبارح معناتها مع التوريفيل صح لي يعك على كمين من مصادر الاموال هذه ورا مين معناتها بصراحه جلانزا تحيه ليك تحية ليك حمزة تحية ليوسف تحية للجميع مزيان المريول أمين نسلم عليك كيف الكل أي المريول هذا مريول جو تونيجيا المساند الرسمي لجماهير المنتخب الوطني التونسي مريول الربح مريول الجرينتا مريول الجرحة هاكم توما زاد مهارين الأولاد بالمريول أنا في الأبيض أنا في الأبيض أنت في الجري في الجري جري موش أنا عندي منهم الكل صح أنا قلت لك والله بالرسمي وراه فما حاجة وراه مين جلانزا في باريس وعنده ثلاثة وعنده ثلاثة لابسهم فوق بعضهم زاد أنا هذا هو مريول جو تونيجيا هذا هو الممول الرسمي يقولوا هذا هو اللي وراه رحلة باريس باهي باهي صح ده تاو أصلي الدنيا بيرد تقص بيرد تقص بيرد شوية لطف علي بس نلبس فهمت اي ختم ذا بي ترجع لي لباس ان شاء الله سبونسور ما يحبش اي ان شاء الله ان شاء الله ترجع لي لباس اي وصيتوا على حاجة غريب وانجين ودنيا ما على الطقس بالله اسمعني خرجوا فيفا 23 بالله جيبها في اثنين فيفا 23 بالله عايش كربي خلي ابعث لي كل شيء ابعث لي كل شيء في المساجات بس المستمعين ما يعرفوش الحاجات اللي يحب عليهم حمزه المغيربي بالمساجات ما يتقالوش في اللونتين انا نحب فيفا 23 لا سي بون وصيت سي بون باهي امين خلينا اليوم بدا العد التنازلي تقريبا 8:30 على انطلاق المباراه مباراه الحدث اللي ينتظر فيها الجماهير التونسيه الكل العالم العربي الكل ما انه تونس ماهوش ديما معناتها فريق عربي يلعب معناتها كونتر البرازيل معناتها في التاريخ 23 مره فريق عربي كور كونتر البرازيل والحاجه البوزيتيف اللي ما حتى مره ما ربح فريق عربي البرازيل معناتها دونك اليوم أول مرة. اليوم اول مره احنا ممكن نجمو نعملوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله ما انه كما حكينا في وقت سابق المورال الفوق الارقام اللي فات برازيلي منتخب برازيلي راهو عملاق في كرة القدم منتخب برازيلي حاليا المنتخب الحالي هو المرشح للفوز باللقب لقب المونديال قطر 2022 ليستار اللي عنده لا فينيسيوس نيمار كاسيميرو ديفونس كيف معناه كي تشوف تياغو سيلفا وماركينوس في اللاكس والحراس اليسون وتلقى الروبلاسون تاعو ايبرسون زوز افضل حراس في البريمير ليغ موجودين في فريق واحد ما تنجم تقول كان البرازيل بطبيعه هو المرشح الابرز للفوز به كما قلت لك المورال هذا المورال حقيقه في التوب يعني كي نحكي مع اللاعبيه فما احترام كبير للبرازيل فما احترام لنجوم منتخب البرازيل لكن يقول لك حتى احنا ماناش شويه يعني المنتخب التونسي لعبيه فرشام كل جمعة هذه مثلا كلمة قال لي ياسر سخيري في مونسينغ قال اون ريغارد لي ستار
du Brésil à la télé chaque week-end. معناها كي تلعب في البوند ضد ابرز نجوم. جست امين امين جست باش نقص عليك لحظه بركه، لانه فما عتب فني، فما الريزو ماهوش مش كيما الريزو اللي عندنا في تونس. اي نحن خير برشا الريزو نتاعنا، وهو شو كيفاش يقص قص الريزو، والله ما له حال. خوي حمزه ان شاء الله المنتخب قالك المعنويات نتاعهم مرتفعه جدا ديجا كيما امين حضر في السيونس دونترينمون، فما لي فيديو اللي امنهم امين غلانزا زمينا ومتواجده معناتها على المكان، كان حاضر في التمارين، حكى مع الملاعبيه معناتها بصراحه كما كان يحكي امين وحكى في نشرات اخرى معناتها وفي دي انترفونسيون قبل، قال انه المورال معناتها على العال، حكايه زاد على الجماهير، وحاجه مهمه ممكن باش يحكي عليها باش يثيرها امين للجماهير، وشنو الميساج اللي تفهموا عليه للجماهير امين؟ الميساج حمزه اللي دار بين جماهير المنتخب الوطني التونسي انه يلزمنا نقدموا صوره مشرفه، صوره جميله على المنتخب التونسي وعلى جماهيره اللي ديما في الموعد. نقرا لك شويه ممكن من الميساج اللي دار، قالك on ne veut pas que Jean Messia parle de nous le lendemain sur CNews. Jean Messia معروف السياسي بمعاداته للعرب وللمسلمين، لا لإلقاء المسلمين نحكي في فرنسا، لا لإلقاء المقذوفات، لا للتصفير على النشيد الوطني البرازيلي مثلا. قالك فما غاسومبلومون، فما تجمع لجماهير المنتخب الوطني التونسي في اوتوي قبل المباراة مع الخمسة ونص. قالك انو دمونتري ا نوتر ايكيب ناسيونال لا فالور دي سي سوبورتير كي اريفون دو ليون تولوز جنيف من كامل انحاء العالم. جماهير المنتخب الوطني التونسي باش تكون حاضره ان شاء الله اليوم، فما حتى نحكيو على دخله هكا لجماهير المنتخب الوطني التونسي، مراول دي بوندرول دي زيشارف هكا كلهم بالوان المنتخب الوطني. وحكاش على تجنب معناتها انهم يلبسوا لي تيوني نتاع الجمعيات معناتها الاسبيرونس لو كلوب سي اس اس توال. قلت لك فما مراول المنتخب الوطني التونسي، معناتها النقطه هذه حكاو فيها، نعرف انه ساعات هكا الاكثريه في مباريات منتخب الوطني التونسي نشوفوا مراول الفرق اكثر من مراول المنتخب الوطني التونسي. المره هذه ان شاء الله كان مراول المنتخب الوطني التونسي. به نقطه اخرى هي كره المباراه، حكيت فيها قبل نعود انه كره المباراه ما هيش كره المونديال، هي كره نايك خص برازيل جلوبال تور، بما انه نحن انفيتي دونك ماناش نلعبوا كره المباراه اللي هي كرة أديداس كرة الرحلة، باش نلعبوا بكرة برازيل جلوبال تور، كرة نايك كرة أخرى مختلفة على كرة المونديال. تشكيلة المنتخب التونسي مرتضى الناس باش يكون أساسي كظهير مكان علي العابدي المصاب، كان رامي كعيب مفضل نوعا ما على بن واس في النهارين الأخرانيين، لكن ما أقنعش رامي كعيب حسب اللي عندي في التدريبات. دونك شنقاو ايمن دحمين في الكاش على اليمين، محمد راجر على اليسار مرتضى بن ونيس، في الوسط منتصر الثالبي ديلان برول قدامهم العيدو. الصورة انقطعت اي قص البث. نحن زاد عنا نورمالمون التشكيله حمزه، عنا موجوده اي عنا التشكيله، والتشكيله اللي قالنا عليها غلانزا اليوم الصباح كما كان يحكي باش تكون، فما ليلى محمد رسول الله دايمن دحمين في حراسة مرتضى بن ونيس على اليسار، محمد راجر على اليمين، في اللاكس الطالبي وبرون قدامهم عيسى العيدوني، الياس الصخيري، غيلان شهلالي، بن سليمان، المساكني والجزيري. هذه التشكيله بنسبه 99%. قلنا عيسى العيدوني، الياس الصخيري، وغيلان في القدام، على اليمين بن سليمان، على اليسار يوسف المساكني، وكرأس حربة سيف الدين الجزيري يوسف المساكني. فما ممكن انقسام نوعا ما في الإطار الفني المنتخب الوطني التونسي، يقولوا أنه فما ريسك على يوسف المساكني، ماتش ودي ما نخاطروش به، لكن يبدو أنه يوسف المساكني هو اللي باش يبدأ حظوظه وافرة أنه يكون أساسي ضد منتخب البرازيل. منتخب البرازيل مقارنة بمباراة غانا عنده زوز تغييرات باش نشوفوها اليوم، فريد ودانيلو باش يكونوا اساسيين مكان فينيسيوس وادير ميليتا، ومنتخب البرازيل باش يبدل شويه نوعا ما الخطه التكتيكيه زاده اللي لعب بها ضد البرازيل، باش يلعب
ضد غانا عفوا باش يلعب بزوز مهاجمين ثلاثه، تشوفوا اليسون في الكاج على اليمين دانيلو على اليسار تيليس في فيو محور الدفاع تياغو سيلفا ماركينوس قدامهم كاسي فريد لوكاس باكويتا رافينا نيمار وريشاردسون في الهجوم زوز مهاجمين هما نيمار وريشاردسون. احنا رانا يا يوسف في المباريات الكبيره نقدم توري كره تونس صحيح وي ديما توري مردود محترم. نستنى انا متفائل ونستنى في مردود ان شاء الله يليق ويشرف بالمنتخب الوطني التونسي. والتشكيله اللي باش تلعب اليوم بنسبه كبيره راهي هي التشكيله الاساسيه ضد الدنمارك ان شاء الله في اول مباراه من مونديال قطر 2022. ممتاز جدا، شكرا لي كمين غلانزا، ان شاء الله نحن نتقابلوا غدوه يعطينا شنو يسار وشنو ما صارش في المباراه الليله 7:30 بتوقيت تونس. خويا حمص واضح زاد معناتها اخبار هبط في اللحظات هذه تم تعليق الجلسه الامنيه الخاصه مباراه الترجي ونادي الصفاقسي اللي صارت اللي قبيله شويه بسبب رفض الاطراف الممثله للترجي قرار الامن اللي باش يلعب المباراه دون حضور معناتها جماهير الفيراج. اوكي الطرف الامني تمسك انه الجمهور ما يحضرش الفيراج والترجي ومسؤولين الترجي يتمسكوا انه الفيراج يكون حاضر نظرا انه الترجي الرياضي التونسي باش يتسلم رمز البطوله. هذا خبر معناتها بعد باش تلقاو الديتاي على صفحتنا على اف ام سبورت. حكايه الجماهير هذه لازمها الحقيقه نلقاو لها حل، خاطر الجمعيات قاعده تضر الجمهور يحب يتفرج وما عندوش باش يتفرج في التلفزه لانه حكايه حقوق البث هذيك ودنيا والحكايه هذه الكل حسيل وانتو واضح. والمباراه اليوم معناتها ينجموا يتابعوها على فما 7 قنوات ناقله الابرزها معناتها اللي ممكن احنا نجموا نتفرجوا فيها البين سبور والدوري والكاس الخامس. باهي برشا تكهنات خويا حمزه من عندك انت يلا 3-1 للبرازيل 3-1 للبرازيل يلا 3-1 وانت قداش انا نقول تونس باش يا تعمل نول يا تخسر اما بمردود محترم جدا. شكرا لك حمزه. لي برازيليان يقولوا اوبريغادو 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 باي باي. يلا 11:20 دقيقة بعد شوية جينا خضرة حرب في حل حرب. على IFM احلى راديو 11:21 دقيقة على IFM احلى راديو. شكرا على الاستماع وين ما قاعدين تسمعوا فينا IFM TV كالعادة صوت وصورة على الشين يوتيوب تاعنا راديو IFM وعلى مختلف لي ريزو سوسيو تاعنا باج فيسبوك انستغرام تيك توك راديو IFM. خضر حرب اهلا وسهلا. اهلا يوسف. مرحبا. يصبح الورد يصبح الفوز يصبح الانتصار يصبح الجو. ان شاء الله جو تونيزيا ان شاء الله ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. اسمع رانا احنا شعب ابهر العالم نحن ما يقهرنا حتى حد. ديجا عندك خبر بالاخبار بتاعك تقراه اخر خبر ابهر العالم تونسي يتحل حرب. كالعادة عندنا مجموعة من الأخبار شنبداو بقيس سعيد بالرئيس. إن شاء الله خير. إيش فما زيد؟ إن شاء الله خير. شبيك خايف؟ لا مش خايف عليه كلمتي حرة نقول اللي نحبها. حتى أنا كلمتي حر. إيش فما؟ حاجة إذا الخبر اللي باش نقول وذية ما وصلت تكلمت يا الرئيس إلا على خاطر الخبر يهمني ويمسني باهي شخصيا. باهي برشا. سيد قيس سعيد امبارح رئيس الدولة التونسية قال كيف نجد العملة الصعبة لتوريد الأكلات الخاصة بالحيوانات الأهلية ومواد التجميل من دور العطور الأجنبية في حين يشكو المواطنون بعدم توفر الحد الأدنى من ضروريات الحياة. ما تقطعتوا السكر قلنا بيسيلش نجم نتصرف. سيد الرئيس جاي باش تقطع المكياج والعطورات. سيد الرئيس راهو سيد تونس الأولى اللي نحييوها المدام راهي تلبس الماركيت ما شاء الله عليها مرأة مضخمة وتعرف في الذوق وكذا حتى هي زادة ما انت باش تنحي عليها الفازات. قولك حاجة سيد الرئيس أنا عندي صاحبتي مبارح من اللي سمعت الخبر المكياج اللي عملته ما نحاتوش قالت لك شمال ينحي من الجمعة للجمعة. أما لا شني ما لا لا تو أنت تعرف اللي احنا عندنا مشكلة ما في باش نلقاو الرجال. لطف عليك. نسبة العنوسة معناتها زايدة فهمتني والمشاكل بين الكوبلويت كبيره ياسر. تصور انت نزيدو ما فماش مكياج. تصور انت بعد قديش عشرة عمر الراجل يدخل يلقى مرته بلاش مكياج ويسخايل شكون في الدار معناتها حد اخر ما يتعرفش عليها شو باش يصير لهنا باش نجر
على هذية كوارث. لذا فما سؤال آخر. سؤال. سيد الرئيس قال كيف نجد العملة. سيد الرئيس شكون يسأل هنا؟ احنا ولا سيادتكم؟ خاطر نورمالمون سيادتكم انتوما معناتها رئيس دولة تونسية ونحن الشعب. نحن نسأل كيف نجد العملة وسيادتكم تجاوبون. جست حاجة برك للتوضيح خضرة حرب راهو جست حاجة برك راهو المواد هذه تجيبها شركات راهو بريفي تبداو واحدين وما هيش أموال عمومية دونك التساؤل والديبا كله غلط. ليه 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 ايه. أنا سألت قال هو سيد الرئيس قال كيف نجد العملة الصعبة توا يا سيد الرئيس نحن نجد العملة أنت تسأل فينا نحن ولا نحن نسألوك أنا نحب نفهم عندك الحق مع كامل احتراماتي وحبي وودي و... المهم ما تقطعش المكياج على خضرة حرب راو سينو تصير لنا كارثة في فيم تصور كان يزيد يقطع الفلترويت تصور تصور انت اكل الانستغرامز يوليو بلاش فلترويت رد بالك لانه راو على الانستغرام تاعك البارح هبطت تصور بالفلترويت انا ايه انا مانيش مؤثرة انا نعمل اللي نحب ريت ريت ولكن عندي صور بدون فلترويت جست باش نهزوها شوية للسيريو الحكاية انا فضلك سيد الرئيس انا فضلك مو لازم نعاقب على الموضوع راهو الشركات اللي تجيب الطعام تاع الحيوانات والمواد التجميل راهي شركات خاصة انا ما حكيتش على حيوانات راه نجم نصدرهم تعرف مقرونة بالكركاس فماش كركاس ماهمش مواد معناتها ماهمش اموال عمومية دونك لو ديبا ككل راهو انا يظهر لي نوعا ما غلط وزايد يلا 2.6 مليون شيك دون رصيد في تونس في 2022 أكثر من 2.1 مليون سكوك بدون رصيد في السوديسي الأول من 2022 التوانسة خرجوا 12 مليون شيك يا يوسف يعني أكثر من عدد سكان تونس رجعوا منهم أكثر من 2 ملايين أمبي قيمتهم حوالي 1.5 مليار دينار معناتها كي نرجعوا لهنا السوديسي شنو فيه هو تعدى منه السيف السيف إش فيه سهريات هيفا وهبي رغب علامة فهمتني روبي وي شتحتو ردحتو عملتو في خليها مواليها سافرتو لدبي وبدروم عملتو ستوريات هاي رجعت الشيكه تمبي يا ولادي قيسوا قبل ما تغيسوا يهديكم راهو ما يجيش عدد الشيكات اكثر من عدد الشعب ملا تونس باش تحكينا على رجل هندي اي سيدي رجل هندي لم ينزل ذراعه للأسفل منذ 10 سنوات كي سألوه اش قالهم يا يوسف قالوا أريد أن يعيش العالم في سلام برحمة بوك هبط يديك يرحم لهم اللي جابتك هبطها يديك رانا 10 سنين مارينيش الخير شكون حكيه لك الحكاية هذه نداء إذا فما شكون في الهند على عين المكان يمشي لسيدي هبط له ديرة نتخذنا إذا يحكي معاه شوي مش تحكي لنا على نيمار يقول مواجهة تونس مميزة بالنسبة لي جيناهيش أيه. ديما ونحن مطيحين قدر بعضنا وقدر رواحنا وإحنا قدرنا عالي نيمار ومندراك حاسس قال لك ليلة كله مرقتش بالسخانة مبارح فرحان لا خايف 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 قال قال مميزه بالنسبه بيان سور مميزه معناتها هو ديجا يعرفنا فهمت يعرفنا يعرف وذا في حد ذاتها قوه نقطه قوه فرحان انت اليوم بيان سور نيمار قال لي اللقاء معنا مميز واحنا فهمت انا متاكده وغدوه نرجع لهنا يا يوسف متاكده اللي باش نقوموا بمباراه كبيره ان شاء الله ونيمار باش نخليوه يندم على النهار اللي كور في كونترنا خلنا نعطي لوفري دلانفو لانه لازم نعطي لوفري هو قال راهو المباراه هذه بالنسبه لي مميزه لانه باش يلعب في ستاد اللي هو نتاع ايكيبته ما قال مميزه اي المهم قال مميزه ولا ما قالش انا شهمني قال مميزه عندك الف حق يقصد فينا احنا علاش انت تدور فيها انت من العباد اللي يحبوا يقزموا ال 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 يقزموا كل ما يعملوا حد في تونس او تونسي انت تقزموا انا اوبليجي نعطي الخبر الصحيح من بعد ما انت تنبر علي انت 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 عندك عندك هكا عندك حاجه في نفسك ما تحبنيش ناجحين القصرين شوف في القصرين في القصرين قالك محل المواد الغذائيه يبيعوا المخدرات الله الله اسمع الحكايه ذي تعاودت برشا مرات ملي تقطع السكر والفارينه والخميره والحاجات هذوما انا ما فهمتش تعرف باش لقت انا يوسف ماما ضربه ضربتين تقول لي بنيتي دراش نسيت ما شريتش من العطار ترجع تمشي وتجي تمشي وتجي اي وين مشيت مشيت انا وجارت خاتاتك حيات هبطنا نعملوا في دوره تعدينا العطار قلت لها ماشي جايين على العطار ونقرا الخبر هذا يا صديقي
ونقرا الخبر هذايا. اي وانت ما تسكنش في القصرين؟ اه طلعت مع ليه ما هو حلوا وعملوا فرانشيز عجبتهم الحكايه عرفت دوروها بو الله يسترنا وكهو ما نعرفش اسكو الخبر يقرب للخبر اللي من بعد مؤثره قالت نشيخ كيف لعبت سب اخويا هذايا صار لهنا في راديو اي اف ام اتصلوا باستكلاوزد عرفتوه ولا ما عرفتوهش؟ انا والله نلقى راني لي فيديو نتاعها كوم بارازار معناتها في تتفرج في فيسبوك نتفرج معناتها اش قالت الاخت امبارح كي سالوها؟ قالت لهم انا نشيخ كيف العباد تسبني تذكرها الحلقه نتاع شوف لي حلك السيد اللي جاي يحب شكون يوبخو اه هذيا بالضبط عملت كيفو السيد فهمني اسكو سي نورمال نوصلوا باش نعملوا البوز قالتها بالفم والملي باش تعمل البوز متابعها باكثر سب البوز يجيب لها فلوس خضره هي الفيديو ولا التصويره الشهيره نتاعها اللي بالباسبور الكندي او الباسبور التونسي دخلت لها 2500 دولار ريفينو على فيسبوك جوز بالكومنتريات وبالبارتاج نتاع العبيد ومن بعديك عملت فيديو قالت راه ربحتوني معناتها 2500 دولار لانه باهي فيسبوك نتاعي خضره اخوها حرب في الانستغرام خضره حرب قابله لكل انواع السب والشتم مادام فيها فلوس فما حتى مشكل وما نشكي بحتى حد وما عندي مشكله مع حتى حد لطف عليك ومبروك البيلا ايميلي اخويا معلمه ما عندي ما نقول لك لطف عليك من السبين يلا لبليبي بالموتزاريلا في تونس لا لا هذه قالت لهم اسكتوا تمسونا في قيمنا تمسونا في ثقافتنا تمسونا في فلوسنا تمسوا البلابي المقدس البلابي المقدس بالموتزاريلا يوسف البلابي بالموتزاريلا يوسف مسيتونا في قوتنا مسيتونا في صغارنا مسيتونا في 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 قيمنا ومبادئنا تمسوا اللبلابي ليه؟ نو ليه؟ توصل بيكم لدرجة تمسوا اللبلابي؟ اللبلابي راهو اللبلابي بالهرقمة والهريسة العربي والعظمة المروبة تحط فوقه الموتزاريلا؟ عليه؟ عليه المس من المقدسات عليه؟ عندك الف حق لماذا؟ عندك الف حق ماهوش بنين اون بلوس سامحني علاش الموتزاريلا تجي في اللازانيا تجي في المقرونة حطها في اللبلابي راهو اللبلابي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ترجع لنا بعد شويه خضره حرب عندها قصص خضره في اخر البرنامج الجديد حاجه جديده للصغيرات ان شاء الله كل ثلاث وجمعه باش نحكيو خرافه للصغيرات وهم يطلعوا شنو الحكايه باهي برشا خضره حرب نقابلوها بعد شويه في اخر البرنامج ترتيحه بالموسيقى راجعين معكم حتى لنص النهار انتم تسمعوا في جونة ديز دوز مع يوسف البحري جونة ديز دوز اي اف ام سيز دوز على اي اف ام احلى راديو 34 دقيقة على اي اف ام احلى راديو شكرا على الاستماع جونة ديز دوز حتى النص النهار تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك انستغرام تيك توك راديو اي اف ام على اي اف ام تي في على الشين يوتيوب تاعنا راديو اي اف ام اريج بونجور بونجور صباح الخير يوسف الحمد لله مرحبا بك في مستمعي اذاعه اي اف ام مرحبا بك توت سويت مش مشكل عنا اليوم ريش عنا مشكل مش تاع شخص واحد لهنا نحكيه على مشكل في منطقة ونحكيه على مشكل يهم 300 عائلة مش نسمع أكثر في التسجيل اللي عنا وبعد نرجع نحكي السلام عليكم يا أخي بالله احنا مواطنين أكثر من 300 عائلة ساكنة في منطقة حي الفرجاني بدوار الحوش بلدية نعيم من ولاية بن عروس أكثر من 300 عائلة تعاني من لا ماء لا ضوء عدم مرابطهم بخطوط الكهرباء ولا بشبكات الماء الصالح للشرب 300 عائلة ذوما عندهم أكثر من 7 سنين مخلصين الزبلة والخروبة تم تغطيتهم عن طريق البلدية كإجراء إداري البنية بدون رخصة وتم التسويق الوضعية وعطوهم تراخيص لإدخال العدادات الكهرباء والتزود بالماء الصالح للشرب توا عندنا 50 مماطل صبينا عند ستاك ما نلقاو كان المماطل ما فما حتى إجراء يدل أو يحفز الإنسان أنه تم أمل اتصلنا حتى بالسيد الوالي معناها السيد الوالي وعدنا بتسويت الوضعية أكثر من عام ولا تو تقريبا فمش حد شيء ما صار حد شيء ما صار حتى إجراء لا كياسات لا تهيئة لا زبلة تتهز وسد
دونك يوسف كيما كنت تسمع المشكل يرجع بالاساس اللي هما كانوا بنين دون رخصه وبعد وقع تسويه الاشكال هذاك وعطوهم الرخص وعطوهم رخصه زاده بادخال عفوا الماء والضوء لكن هذا الكل ما صارش. نحن ما نجموش نعلقوا برشا على الموضوع خاطر ما نعرفوش الفيرسيون اللي عند المسؤولين والمعنيين ونحب نقول اللي ساعات راهو سا برون دو طون باش نتصلوا بالجهه المعنيه خاطر مش ناس الكل تتعامل بالتليفون ساعات معناها يلزمنا مطالبين نحن باش نفهموا المشكل شنو انا نبعثوا دي ميل نستناو المشكل سامحني ريجا مشكل غالي واضح لهنا 300 عائله دون ماء ودون ضوء عندهم اشهر لهنا المسؤوليه ترجع نورمالمون البلديه اللي يتبعوا لها اللي هي النعسين ولا الولايه زاده ولايه بن عروس لكن هون يوسف كما سمعنا في التسجيل امورهم واضحه وعندهم الترخيص يلزمنا نعرفوا ما دام الترخيص تعطى علاش ما تعدينيش للتنفيذ معناها هون نحكيو اللي التعطيل والمشكل في التنفيذ معناها كي باش يركبوا لهم المناقل نتاع الماء وكي باش يربطوهم زاده بال باش كون حاولت تتصل باش نتصلوا بلوتو يوسف أوكي. بالولايه خاطر هما قالوا اتجهوا ديريكتومون للولايه شوفوا زاد المشكله مع ستيغ ومع سونيد علاش اذا كان هما عندهم الرخص ما ردخلوا لهمش وكما قلت لك سا برون دو طون دونك ان شاء الله في الايامات الجايه نكونوا خذينا المعلومات اللازمه والملف مدروس ما نتصورش باش ياخذ برشا وقت باش يجاوبونا هنا المسؤولين علاش هذا الكل ما تمش للمسؤولين اللي يسمعوا فينا في ولايه بن عروس في بلديه النعسين حي الفرجاني نعسين راهم 300 عائله ما عندهمش لا ضوء ولا ماء طول المده اشهر راهو حاجتنا بكم باش نتصلوا بكم اذاعه اي اف ام وباش نلقاو حل للمشكل هذا مع اريج كما قلت لكم على 71 194 194 تعملوا كما السيد اللي كلمنا وتعديوا المساج نتاعكم ونحاولوا بالطرق اللي نجموا بالطبيعه القانونيه انه نجموا نلقاو الحل للحكايه هذه. مؤسف جدا انه معناتها ولايه بن عروس كمان معناتها انه فما 300 عائله يعيشوا ما غير لا ضوء ولا ماء عندهم توا اشهر هكايا. ان شاء الله والي بن عروس اللي استنسنا انه ديما موجود اكتيف برشا ان شاء الله نتصلوا بيك ونلقاو الموضوع خاطر باهي برشا انك ساعات في تظاهرات تظهر وكل شيء وتتصور اما باهي برشا زاده كي تحل مشاكل العباد. شكرا ليك كريش حمروني ميرسي بوكو. ايوتا بونجور شحوال الحمد لله سافا الحمد لله. شنو الجو؟ تري بيان تري بيان جونا بيه عملتوا عيد ميلاد البارح وي عملني في الويكاند عاد ماني قلت لك روتار انا راه جينا ديما روتار مش كيف الخدمه معناها حتى باش نعمل لي ديكاس روتار باهي برشا. يلا يوت اخبار النجوم معك توتسي فوالا روبونجور يوسف باش نحكيو على روبونجور بتينا برشا باش نحكيو على اخبار النجوم يوسف عجيزي من الضحك يلا مرحبا باش نحكيو على اخبار النجوم باش سمعت بليلا سندريلا ولا اي الاخت سونيا بن بنجيس سونيا بن جيس بعد ما عملت زينة وعزيزة لكن زينة وعزيزة يوسف ما خديش برشا ممكن ما دارش برشا ليه مشي ليه مشي اما ما دارش برشا على البلاتفورم ما خديتوش تلفزة والكل اي يتفرجوا فيه انا حسب سيرة تلفزة ودنيا تقعدين بلاتفورم حسب ما نشوف ليلا سندريلا قاعد يدور توا مش نرمال يعني الاخبار تاع ليلا سندريلا وبرشا ممثلين باش يكونوا حاضرين دونك حسب صفحة هاشتاج بيجيا الممثل ياسين بن قمرة باش يشارك في بطولة سلسلة ليلا سندريلا المنجة سونيا بالقاسم واللي باش ينطلق تصويره معناها انطلق تصويره منذ شهر تقريبا ولا عندهم شهر توا بداوا يصوروا ياسين بن قمرة وبرشا ممثلين اخرين دليلة المفتاحي زاد مدام دليلة المفتاحي باش تكون موجودة في ليلا سندريلا وبرشا ممثلين اخرين باهي برشا. انت عندك اخبار على والله تعو غدوه نجيب لك الاخبار اي قلنا كيفاش باش يكون ضامر مش ضامر باهي نورمالمون كانت سونيا تخدم فيه جاوبي تحيه لسونيا بن بلقيس تحيه سونيا ديما راه ما نجمش ننطق اللقب نتاعها ديما نوح سونيا بن بلقيس صحيح لازمك تركز فوالا خاطر فيه بن بالبرشا يلا الاخبار اللي من بعد باش نمشيو نحكيو على الاخبار اللي بعده. بعد الثنائي الكبير اللي حقه نجاح في مصر شكون يا يوسف شكون ياسمين عبد العزيز واحمد العوض دونك
مرأة ورجلها حقوا نجاح كبير في مسلسل اللي ملوش كبير اللي تعدى عام ناول في رمضان. السنه برشا تصاور قاعدة تهبط وتدور على لي ريزو سوسيو في العالم العربي في مصر وقاعدين يحتلوا في التران. توا في المرتبة الأولى ياسمين عبد العزيز ورجلها أحمد يقولوا اللي هما باش يكونوا موجودين في مسلسل رمضاني 2023 مع بعضهم زيدا بطولة ثنائية كما كان عام ناول. ومن المنتظر إنه المسلسل هذي باش يكون فيه اكشن شويه ودراما وبرشا حب والكل. دونك قاعدين ناخذوا في الاخبار بشويه بشويه. تابعوا في اي تي بالعربي, انا مغرومه باي تي بالعربي, فار باي تي بالعربي. عندك امينه بوغانجا في الاعداد, زوز تليفونات تقول لك شكون امينه ذيك اف بي اي, زوز تليفونات تعمل تبارك الله عليها. دونك بشويه بشويه تم نجيبوا الاخبار, المخرج شكون, شو اسمه المسلسل, الامور كل واضحه. فما نجوم كبار تبعث جوايز انيفيرسير لامين ابو غنجره, وانت تو تفهم في بالك انا ما كنتش نعرفهم فزيت دوما تو سمعت بلي امينه ولذلك انا امينه ابو غنجه معناها باش نقولها تو راهو الامور الكل معامله عليك الدنيا الكل عامله عليك في الريبريك قالت لك اخرج راني حاجتي بك للبر. باش نحكيو زيد على احمد ابو هشيمه. تعرفوا احمد ابو هشيمه؟ احمد ابو هشيمه رجل الاعمال المصري اللي كان مرتبط بياسمين عبد العزيز وبعد خرجوا اخبار الانفصال ما بين, قلت سامحني, ياسمين عبد العزيز مش ياسمين عبد العزيز, ياسمين صبري. ياسمين صبري فوالا اللي مرتبط بياسمين صبري وبعد خرج خبر الانفصال عن الممثله ياسمين صبري والخبر هذي قاعد يدور أشهر في الريزو سوسيو. شنية صار ما بينيتهم ياخي باش يرجع لهيفا وهبي, ياخي يحب زعما مي, عرفتها مي اللي نحكي عليها ممثلة اللي مثلت مع تامر حسني في فوالا في الفيلم هذيك فوالا عمر وسلمى. دونك يحب مي هزدين والا باش يرجع لهيفا وهبي. لكن بعد ما هبط تصويرته في جزيرة إسبانية اسمها إيبيزا في نفس الوقت فما انجينيور مهندسة برامج في مصر هبط التصويرة في نفس البلاصة في نفس التوقيت في جزيرة إسبانية إيبيزا. دونك الخبر يقول إنه أحمد أبو هشيمة ما هوش مرتبط بحتى فنانة ولكن مرتبط مهندسة برامج مصرية اسمها جينا. به نحلوا التصويرة, نحلوا التصويرة ما هيش نفس البلاصة. اي ما هما يقولوا برشا تصاور منهم نفس التصويرة بتيت التصويرة خاطر هي قاعدة على كرسي وهو قاعد على بنك. ريت التحليل تحليل معناتها ريت كان انت تصورت غاديكا وهبت فرد وقت راو خرجت الإعلامية الشابة بإذاعة EFM أي في علاقة مع طليق ياسمين صبري. تصور مسكينة المرأة ما عندها حتى دخل, مسكينة هبطت تصويرتها, مسكينة هبطت تصويرتها تلقى روحها مرتبطة مع الراجل. انا تو جيني خبر من عندي من ابو غنجة. اي اسمعني انت قل لي شكون احمد ابو هشيمه كان ميخو قبل ياسمين صبري. قل لي انت تحكي وتحلل تو في التصوير كان ميخو هيفا واحد. والله امينة يا اخي تخلص فيا امينة راني عندي 3 سنين نخدم معاك, حفظتهم الاسامي حفظتهم باش يعملوا بربي في ستار نيوز كنت قدم في الاخبار المصريه. صدقني كنت ساعات نحكي ساعات على العباد صدقني لا نعرف بالحق والله. بعد امينة تقول لي راهو هذا وخدم وخدم انت سيستم فرنسي للاسف الله غالب ما عندكش مصر. بعد وليت سيستم مصري مع امينة بوغانش. باهي قل لي في انت صغير شنو تفرجت في افلام صار تجربة دنماركية, سفارة في العمارة, عادل الإمام, هذوكم الكل خاطر كان ولد عمتي الله يرحمه كان يحبهم على الاخر ونقعد نتفرج معاه. بي اسامي لي 3 ممثلين مسار ورجي ليه تعبتني هكي. محمد رمضان, عادل امام. ليه محمد رمضان تاو قلت لك من جيل القديم. ليه رشدي اباظه عادل امام واحد اخر بي 3 نساء. يا بدي كمل الريبريك بتاعك علاش تعمل لي هيك نقعد نلعب ونعنا بي انا تو كملت الريبريك عندي 3 اخبار حكيت عليهم. اما جوست حبيت نقول لك يا يوسف رانا الاخبار اللي نحكيوا عليه راهو في ستار نيوز في ديس دوز لي راهو بعد مفاوضات كبيره راهو تتحل الامور في مصر وفي لبنان والكل. يقول لك حكيوا علينا في تونس حشمه والكل توريد حفله محمد رمضان في الاسكندريه والضجه هذيك سي بون توصلوا تعطات منحه محمد رمضان باش يمشي يعمل حفله في الاسكندريه. الحمد لله قال لك حكيوا عليه في ديز دوس وما يجيش وعيب والكل. عندك ياسر ثقه في روحك. والبارح زاد الفنانه هذيك اللي هزت وحطت طفله
سيت اسامي ومنى. ايه بولا حطيتي ما تعرفش منى واصف وزينة مكي. منى واصف وزينة مكي. ريت انا نتذكر وانت ليه. هبطوا فيديو فضلكم بعضهم. وهي عادت غزرت لها هكا وكتبت عليها ملوطة بموت في غزرة الأستاذة وأمي منى واصف. معناه العبيد اللي تحكي في التراند وش بيه غزرت لها هكا والكل. معاش إذا كنت تحكيه في التريك. قلت راه وين نحب غزرتها وما يقلقنيش ويزيو من الإشاعات والكلام الفارغ وهذيك في مقام أمي. يعطيك الصحة إيه. ريت أحكيه عليه يتحلل. صدقني أخبار فادتنا على الآخر فادتنا على الآخر على الآخر. يعطيك الصحة بار الأخبار الحقيقة متاع المسلسل الجديد. إلا سندريلا. ياسين بن قمرة دليلة المفتاحي فهم برشا نجوم شي يكونوا موجودين. لا لا ما خاتيني يعني مش مدخلش مدخلني في المواضيع هذه. شكرا لك اي ميرسي بوكو. نتقابلوا غدوة نفس التوقيت في ستار نيوز. ترتيحة صغيرة راجعين معكم حتى النص النهار. وكل نهار الجمعة باش تحكي لنا قصص خضرة. كنت تحكي لنا شوية على الربريك قبل ما نبدأ. الربريك باش تكون خرافة باللهجة التونسية. كل مرة باش نحكيو قصة أو خرافة للصغيرات حتى للكبار وكيف ومن بعديك يخليو لنا الصغيرات ولا الكبيرات يخليو لنا شنو استخلصوا العبرة اللي استخلصوها من الحكاية نتاعنا. باهي برشا في الكومنتيرات يعني في الكومنتير يخليو العبرة اللي خرجوا بالحكاية نتاع قصص خضرة. توتسوي كان يا مكان في قديم الزمان في بر ملوك والراعيين سلطان عظيم قلبه كاسح وماهوش رحيم مش حاحب خيل وعنده من المال متامير إيما شعبه فقير ويده اليسار متمد لليمين لا يصدق ولا يزكي ولا يهدي للضيف لبعيد ولا قريب وما يخرج شي من خزينه المليانة وما يقربها كي السوس. في ليلة من الليالي طويلة عد فلوسه المليانة وتهنى عليهم في كل خزينة غلبوا التعب وتمد هو هكيكة ويسطع فيه نور قوي يشهر العينين وتحل عليه باب العرش وقلوا اطلب وتمنى ايش تحب يا اخي بهت من العجب وقال من غير تخميم نحب اي حاجة نحط عليها يديا تولي ذهب ومن بعد نسي الحكاية وقعدي تمتم بغنية حتى ضويت الدنيا ونور الشمس استع هبط الجنينة يعمل في دورة إذا بيه يشوف وردة حمرة كبيرة وراقها كيف الجناح والعطر منها فاح قرب لها حبي نحيها إذا بها يبست جاي يشوف فيها يلقاها وليت تذهب كانت حمرة تتميل مع النسمة وليت صفرة جامدة من الحشمة بهت السلطان وما صدقش اللي صار دار على وردات الجنينة الكل اللي مسها تولي ذهب يا والله عجب شيخ السلطان وبدا يدور ويمس في الكريسي والبيبين حولها الكل ذهب فرح حمد ربي على هالخيرات وهز هاك الذهبات خبيهم وهو خارج مقابله جندي بسلاحه وقف على بيبه حيه ونفس طالع هابط قرب له السلطان وحط عليه يديه ويرد في التحية عليه إذا بيه يجمد من راسه لساقيه ولا كتلة متاع ذهب دهش السلطان وهز روحه وتخلى القصر بشيك الملذة وطاب هو يحط في يديه على طبق الماكلة وإذا بها وليت تذهب المرة هذي تصدم وهبط عليه السقم ريقو شيح مد يديه البقراج الماء باش يبل ريقو حتى هو ولا ذهب هو هكيكة باهت في اليسار وطلت عليه بنته السلطانة الصغيرة كحلة الهذاب تجري وشعرها يتميل على الكتف وضحكتها مليانة في القصر الكل عنقت بوها هو دوب ما حط عليها يده تقلبت صنمة تشعل بالذهب وقتها بدي يخاف وراسه تغرس بين الكتف وبدي يعيط جيبوا الطبة جيبوا العزامة جيبوا شكون يداوي لي بنتي ولكن الكلهم ما نجموا يعملوا حتى شي للسلطانة الصغيرة تعب السلطان وفي أمره حار وكل شي في حياته ضاع وحتى روحه حس عليها بالخطر وبدي يبكي ويطلب في ربي يفك كربه وينجم يشوف بنته ولا يبل ريقه بجغمة ماء هو هكيك يبكي ومهموم وإذا بيه يقوم من النوم
وتطلع الحكاية حلمة وتعلم منها برشا دروس يا يوسف. بهي برشا فما عبرة في الحكاية، العباد لازمها تقول شنية العبرة اللي خرجت من الحكاية هذية، وغدوة نشوفوا شنية هذية حكاية هاي. سلطان الذهب تعلمنا منها حاجة ولازمنا الكلنا نطلعوا شنية العبرة في لي كومونتير، في لي كومونتير، في لي كومونتير، وغدوة نقول اكزاكتومون، وغدوة نقول باهي القصص راهو نتاع الصغيرات. شنو تتذكر هكا خضرة؟ نتذكر ام السيسي، نتذكر ام السطوط الله يرحمها نهار اللي تموت، نتذكر بوشكارة ملا طفولة عندك خضرة ملا طفولة باهي برشا. عجبتك القصة يوسف؟ باهي القصة والله، خذيت منها عبرة. تو نكتب في الكومونتير، صحيت يوسف برافو، تو نكتب في الكومونتير. بيه قصة أخرى اليوم في الليل إن شاء الله تونس البرازيل، إن شاء الله قصة تفرحنا الكل. قديه 0-0 0-0 تعطينا شوية بونت ويت خلينا نتفرهدوا معاكم لينا ولا ليه؟ كيف كيف نشوفوا الكورة ليه؟ 0-0 يا بونت ولينا يا ليه؟ واضح 0-0 هاي جات خوخة بحذانة، خوخة حبيبة الملايين، حبيبة الملايين خلود مبروك، أهلا وسهلا، أهلا بيك، شنحوالك يا خلود؟ سافا الحمد لله، الحمد لله. حتى خاطر نحبها على الأخر، أنا فقراتي المفضلة في الإذاعة الكل عندك. باهي برشا، تحبش نهار من نهارات نقلبوا، خاطر أنا راهو فقرات المفضلة عندك. أي باهي، تحب تتخلص منها يوسف؟ لا لا دبلوماسية. سمعتوشي بالعريضة اللي تقدمت ضد الدولة التونسية أمام المحكمة الإفريقية، واستجابت المحكمة الإفريقية لذلك وطلبت من الحكومة التونسية أنها تلغي المرسوم الأمر الرئاسي عدد 117 اللي يحكم به توا رئيس الجمهورية. أي صحيحة المعلومة هذه صحيحة، وقع تداولها. المحامي الذي رفع العريضة واستجابت له المحكمة الإفريقية باش يكون ضيفنا اليوم في 90 دقيقة هو المحامي إبراهيم بلغيث. باش نرجع على تصريحات نور الدين طبوبي، تصريحات رئيس الجمهورية الذي يتساءل منين تجي الفلوس باش نشريو أكلات الحيوانات الأهلية والعطور. حكيت عليه حكيت عليه خضرة مكياج يصير ساعات وانت مكياجك سيني يوردوا فيه بالفلوس اللي نورمال ما تمشي للتوينسة. وباش نرجو لتصريحات أحمد شفتر، أحمد شفتر في جريدة الشارع المغاربي اليوم يقول باش تشوفوا العجب بعد الانتخابات التشريعية. مازلنا باش نشوفوا عجب آخر بالك عجب به هذا، مازال نشوفوا عجب أكثر من هكا والله يا خوك. شكون معاك اليوم؟ خليل وسفيان. خليل وسفيان مع خلود مبروك في 90 دقيقة بارتير من نص النهار. شكرا لك خلود، ميرسي خضرا، نتقابلوا غدوة. ان شاء الله مربوحة. قد تقول خلود؟ خلينا ناخذ البرونوستيك نتاعك. تونس برازيل يوم في بالك؟ قلت له خضرا دي ما شاء الله مربوحة، في بالكش فما تونس تربح؟ تونس ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا لكم، ميرسي بوكو، شكرا على شكرا على الاستماع الناس كلنا. نتقابلوا غدوه ان شاء الله ابارتير من 10 متاع الصباح. شكرا كل فريق امينه نور وايمان، تقابلوا غدوه، باي باي، تشاو.